على الرغم من أن البشر يصنعون الجبن منذ آلاف السنين، فإن العملية النهائية نفسها مثال لكيفية استغلال الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة لتلبية احتياجات البشر. نبدأ بالحليب، وهو عبارة عن معلق من اللاكتوز والدهون والبروتينات والمعادن والماء. الجبن في الأساس هو حليب مركز، حيث يقوم صانع الجبن بجمع البروتينات والدهون وإزالة الماء من الحليب وجعله متين وتعزيز نكهته. الأهم في صناعة الأجبان هو البروتينات التي تنقسم إلى فئتين، مصل اللبن والكازين. مصل اللبن متعارف عليه عند رواد الصلاة الرياضية ويستخدم في صناعة بعض أنواع الجبن مثل الريكوتا. أغلب أنواع الجبن يتم تصنيعها عن طريق تخثر الكازين وتحوله إلى خثارة. يعتبر الكازين غير قابل للذوبان نسبيا في الحليب، وبالتالي يوجد على شكل مسيلات يتم تثبيتها بواسطة الكالسيوم. تمتلك المسيلات أسطح خارجية مشحونة سالبا مما يمنعها من التشكل معا، وهذا أمر غير فعال في صناعة الجبن. في هذه الحالة لا تجدي الحرارة نفعا، وبدلا من ذلك يمكننا إضافة حمض لإزالة الشحنة السالبة أو استخدام الأنزيمات لقص الأجزاء التي تحتوي على الشحنة السالبة، مما يتسبب في تخثر البروتينات. المشكلة مع الحمض أنه يحول منتج الحليب إلى حامض ويجعله أكثر تفتتا. قد يكون هذا جيدا للقشطة الحامضة أو جبن الماعز، ولكن ليس جيدا لمعظم أنواع الجبن، لذلك بدلا من الحمض يستخدم مجموعة من الأنزيمات تسمى المنفحة. الأنزيم الرئيسي في المنفحة هو الكيموسين، والذي تم أخذه بالأصل من معدة الحيوانات مثل الأبقار. إذن كيف يصنع الجبن فعليا؟ يتم وضع عدد قليل من الميكروبات البدائية في الحليب، وإلى جانب نوع الحليب المستخدم تلعب هذه الميكروبات دورا رئيسيا في الطعم والملمس النهائي للجبن. في كل نوع حليب يوجد ميكروبات بدائية خاصة به مكتسبة من الطعام الذي يطعم للحيوان، وهذا يعتمد على طبيعة التربة، لذلك يشترط الاتحاد الأوروبي في أغلب الأحيان مكان الراعي لاعتماد شهادة حماية المنشأ. تحصل معظم أنواع الجبن على نكهتها الأساسية من البكتيريا اللاكتوغرافية، وكل نوع من الجبن يستخدم ميكروبات محددة للحصول على نكهته وملمسه الفريد. على سبيل المثال، يعتمد جبن إيمونتال على البكتيريا التي تنتج ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي يتسبب في تكوين الثقوب. تعتمد الأجبان القوية مثل هيرفي وتاليجو على البكتيريا التي تحب الأسطح المالحة الغنية بالأكسجين، وهي سمة يمكن لصانع الأجبان الاستفادة منها عن طريق فرك أجبانهم بالمحلول الملحي. يعتمد الجبن الأزرق على العفن الذي يمكنه أن يحلل الأحماض الدهنية إلى مركبات متطايرة تمنحها رائحتها الكريهة. يتم إضافة المنفحة، ونشاطها مع الحموضة الطفيفة التي تسببها البكتيريا يؤدي إلى تخثر الكازين. يتم تصفية السائل المتبقي ومصل اللبن في الجبن الطري، أو يتم ضغطه وطهيه في الجبن الصلب. يوضع الجبن في القوالب ثم يملح، بحيث يساعد الملح في تماسك الجبن عن طريق سحب المزيد من الرطوبة ويمنع الميكروبات الغير مرغوب بها من النمو. يخزن الجبن في درجات حرارة ومستويات رطوبة يتم التحكم بها جيدا حتى ينضج. على الرغم من أن العملية الإجمالية بسيطة نسبياً، فإن العدد الهائل من مجموعات الأعلاف الحيوانية المحتملة والميكروبات وظروف التخثر وظروف النضج تؤدي إلى التنوع الهائل في أنواع الجبن. يجب التحكم في جميع هذه العمليات بعناية، مما يوضح لماذا يعتبر صانعو الجبن الخبراء أساتذة حقيقيين في حرفتهم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقة القادمة، وبنفس الموعد